مطولة عمتي، هلا متأخر. رح خلص. نجيبة؟ يا نجيبة؟ لك نجيبة؟ يلا يلا. شو صار معك؟ على رجعتكم، بيكون كل شيء جاهز. بدي الأكل يكون على الطاولة أول ما منوصل. ولا يهمك، كل شيء رح يكون مثل ما بدك وأحسن. طيب لكن خلصي الغرفة، إيه؟ حاضر. يلا يا عمتي. لسه ما اجت العربايه، بدك انا نروح مشي؟ ايه صحي، ليش تاخرت؟ عمتي سهيل صار سائلني اكثر من مره عن عمته الله يرحمه، بس انا عم بقول له ما خبرناها مشان ما نقلقها، فديري بالك اذا سالك حرام يمكن يصير له شيء اذا عرف. شو بك يا عمتي؟ ألف وحمد وشكر إلك يا رب، وين كنا وين صرنا؟ دي له عمر ما بتقتلش الدعمي. بدفع نص عمري وأعرف مين هالند اللي عمل فيك هيك؟ لك عمي، أنت ما شفته؟ ما لمحته؟ يعني ما بتتذكر شي دلنا عليه؟ أنت قلت عمي ندل، وعند الله ما بضيع شي. ونعم بالله، ونعم بالله. ما تقول غير الست بوران والست سلمى وصلوا. أشهد بالله لو ما بعرفك وبعرف عيلتك لأقول عنك من بقية عيلتهم. لك شو هاللافة هي اللي عم يعاملوك فيها؟ الله أكبر. الله يقدرني على رجع معيلهم يا رب. لا مالي عم أصدق يلي سمعته، والله العظيم مالي عم أصدق. كنت عم أقول بيني وبين حالي هذا عطف، شفقة، طيبة قلب. لك تخيلت كل شيء إلا هالشيء. مو بإيدي ورحمة ماما، مو بإيدي. لك أنت سمعاني حالك شو عم تحكي؟ لو دري أبوكي بتعرفي شو ممكن يعمل فيكي وفيه؟ إيه صحيح، هو شو؟ ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ يعني ما قلك شيء؟ ما لمح لك؟ هيك فجأة قررتي إنك تحبي لحالك؟ يا عمتي والله هو مو قرار وأخذته، أصلا ما بعرف كيف هيك صار وإمتى وليش. اسمعيني منيح وفهميني، إذا عن جد بتحبيه انسي هذا الموضوع وشيليه من بالك نهائيا، ولا تخلي حدا يحس فيكي خصوصي أبوك. يا عمتي مشان الله أنا بحبه، ما عم صدق ابدا يطلع الصبح لحتى اكون جنبه اطمن عليه. لا تقلي لي شيل الموضوع من راسك، مو انا اللي حطيته. بوس ايدك يا عمتي، وقفي معي ما توقفي ضدي. يا روح عمتي، لاني بحبك وبدي اكون معك عم اقول لك انسي. كيف يعني بدك توقفي معي عم تقليني انسي؟ انت تخيلتي ابوكي شو ممكن يصير فيه؟ لك تخيلتي غسان شو ممكن يعمل فيكي وفيه؟ غسان الزفت ما له علاقة فيني ولا بحياتي. بس لما يدرى بتكوني انت سمحتي له يكون له كل العلاقة. وإذا مالك خايفة على حالك، خافي على هالمسكين